موجودين في بيتنا تصفونا. هذه بنتي اتصوروا انا بعملها بات لرجلها في الدار. ما كانش ولا في اي اداة طبية. عمو شاف الليفة اللي بنليف فيها الصحون السلكة دوا جلي وكلور مسكهم وصار ليف لي في رجلي ورجلي وبطر لي رجلي بدون بنج وبدون اي اشي بالدار وحط سطل تحتي وقعدوا يدوا كشافات عشان يشوف الشريان وانا كنت بس احكي الحمد لله واقرأ قرآن. يعني للأسف لم يكن لدي خيار اخر، كان خيار واحد من اثنين، يا اما اسيب البنت تستشهد او احاول بما لدي من امكانيات. طبعا الامكانيات صفر. لما شفت البنت هان انه رجلها نصها مبتور، القرار هذا جوا البيت ولا برا المستشفى ولا في المستشفى لازم بتر للرجل. طب هل انا بقدر اوصلها للمستشفى؟ طبعا لا، لانه احنا كنا محاصرين الى 15 يوم بالدبابات كانت على باب الدار. والحمد لله ما حسيتش كتير من فضل ربنا نزل علي الصبر، بس كان طبعا فيه وجع والمنظر والصدمة. البنج تبعها كان القرآن، الابن اخوي قاعد فوق راسها وقاعد بيقرا لها قران. انا متعجب جدا، انا بنتي تحملت حاجات العقل الادبي لا يتحمله. انا كطبيب ماشي تحملت ماشي، بس انا كبير، انا عمري 52 سنه، البنت من 17 سنه، ان اعمل لها عمليه بتر من دون بنج.